إذا كنت حاب تعرف إذا منتج معين متوفر في معارض جرير المختلفة أم لا، اذهب لصفحة المنتج عن طريق البحث أو عن طريق اختيار المنتج، وفي الصفحة اختار تحقق من المعارض. هنا تقدر تختار المدينة اللي تبغى تبحث بين فروعها، وبعدها بتظهر لك قائمة بجميع الفروع الموجودة في هذه المدينة وحالة توفر المنتج اللي انت اخترته في هذه المدينة من عدمه. وفي حال لقيت الفرع اللي تبغى تتوجه له، اضغط على عرض الخريطة وبيتوجه لك إلى برنامج خرائط جوجل، ومنها راح تعرف المكان والموقع الموجود فيه المعرض، وتقدر من هناك تروح له وأيضا تشتري المنتج اللي انت بيه.